ودلوقتي خلينا نشوف مع بعض تقرير صوره الإعلامي أحمد رأفت أثناء افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية. نشوف أحمد عمل إيه مع موظفين الميناء وإزاي قرر يتعرف عليهم وعلى طبيعة عملهم وكمان على التطورات التكنولوجية الكبيرة اللي بيستخدموها. حضرتك داخل منين هنا؟ يعني داخل منين؟ داخل من هنا؟ لا ده ممنوع يا فندم، ده هنا دخول البضائع الحاويه. طب اعتبرني حاويه. يعني انا دلوقتي عندي مركب عليها حاويه فيها شوكولاته، عايز ادخلها هنا المينا تقعد لها يومين ثلاثه من غير ما تسيح. هتسيح زمان ساعه. انا عايز اطمن عليها. جايه في الشوكولاته لازم تيجي في حاويه فريزون ثلاجه. عشان درجه الحراره بتاعتها. هما بيقولوا لي ركنه هنا. بتغمزني ليه؟ حضرتك هتروح الكنترول روم تمام مصورين لحضرتك مكان الحاويه بالظبط. انا ليا حاويه هنا جايب فيها شوكولاته. انت ليه جايب الورق بتاعك؟ احنا انت تعرف ان احنا اصلا بيبرلس. كله الكتروني الكتروني. كله الكتروني. انتوا الاي تي؟ اخويا الويندوز. الحاويه بتاعت الشوكولاته فين؟ عندنا هنا على الرصيف، بتنزل هنا في الثلاجات. لا ده مش دي جزم تقريبا. فانا مثلا اخد العربيه دي مثلا لو عايز انقل رمله زلط. سلام ابوح، عايز اروح الاماكن بتاعه التفريغ اللي بيجيبوا الكونتينر يشوفوا الحاجات اللي فيها عشان يكشفوا عليها. يعني انت اللي بتكشف على حاجات هنا؟ إيه مش انا اللي بكشف، اللجنه الجمركيه اللي بتكشف. طب وحضرتك بتعمل ايه؟ انا المدير. تمام، انا امال الشغلانه دي؟ فتجننوني يا جدعان. السلام عليكم. صباح طيبين. هي دي الاول غرفه التحكم. بالظبط يا فندم. بدايه من اول ما المركب تيجي على الرصيف بتنزل حاويات لغايه ما الحاويه تخدم الجيت، ده القسم المتحكم في كل حاجه من السايكل من اولها لاخرها. استاذ ابراهيم انت بتعمل ايه هنا النهارده؟ مراقب على حاويات الصادرات والواردات. يعني ايه وجه التشابه بينك وبين المراقب اللي جان في الامتحانات؟ مراقب برضو على الصادرات والواردات. كلكم انتوا كلكم ايه؟ بشتغل مراقب صادرات وواردات. اللالدغ بتدخلوه يعني، فالدغدغ تعالى اشتغل معانا. انا شغال مخطط ساعات، بحدد مكان لكل حاويه اذا كان اللي بتتفرغ من على المراكب واذا كان بتخش من على البوابات. بتركب اخويا السايس. لا عنده شاشه مثبته كده في الجهاز عنده. ببدا اديله الامر وهو بيديله. بقول له خامس بالونش كده. الشاشه دي ده ايباد ده ولا ايه؟ دي شاشه مخصصه لشغل المواني، بيجي له عليها عنوان الحاويه اللي هيجيبها ويرقمها في الساحه وبيروح يجيبها. ينفع اشغل عليها فيديوهات موسيقى الشارع دي؟ اخويا هاري بوتر صح؟ اكبر واحد فيكم هنا يا جماعه عنده كام سنه؟ بابي رجل اعمال. لا والله والدي سائق شاحنة. سائق شاحنة. سواق. راجل محترم. قول لي بقى اشتغلت هنا ازاي؟ كنت شغال مستخلص في المينا اثناء فتره كليتي. خلصت الكليه سمعت ان الشركه طالبه، قدمت عملت انترفيو الحمد لله اكسبتد معاهم. طب ليه ما اشتريتش عربيه نقل وشغلتها هنا على الرصيف؟ كلهم اولادي. لما حد بيزوق بتعملي ايه؟ بعلقه. يا عم دول ناس يا عم خريجين كليات قمه يا عم ما لهمش في الوزاره. كل ده كان ميه اللي احنا واقفين فيه ده وتم ردمه وزي ما انت شايف كده ظهرت المينا للوجود. ايه بقى المكان اللي انا فيه ده بقى عشان واحد يقول لي ده يارد وواحد يقول لي ده رصيف؟ ده رصيف الحاويات. ماكسيموم ممكن نشيل ثلاث سفن كبار عملاقه. طب لو في مركب دلوقتي جت واستلوح كده وركن صف تاني تعملوا ايه؟ الونش ده لو عندي عفش طلعه لي الدور ال 11. يعتبر الورش بتاعتنا من الجيل الاخير بتهندل اكبر المراكب. ينفع نطلع فوق؟ انا اطلع؟ انا بخاف. ده كام؟ ده اول. ده الاول. ده الاول. الاول اللي احنا مثلا ايه 40 متر ما فوق سطح الارض. ده الونش ده اسمه ايه بقى؟ اس تي اس. سايل يا استاذ. واحنا نزلنا ليه يا جماعه؟ شاطر شاطر يا احمد. نزلنا ليه؟ اطلع. طلعني وانا جبان صح؟ تصورني انا. على فكره مش خايف. الارتفاع بتاعه بيوصل ل 54 متر، بيجي لغايه المركب لغايه 22 راس على المركب. ممكن اطلب منك طلب؟ يعني ليه؟ العمال النوتي، طلعهم فوق بس. دي بوابه او سي ار، في 8 كاميرات بيصوروا حضرتك، تمام؟ بيصوروا التراك بتاعك والحاويه بتاعتك عشان نضمن لك ان بضاعتك امنه عندنا. وانت حضرتك بتعمل ايه هنا؟ انا بمنع بس ادخل الغرباء عشان لسه الموضوع جديد عليك. غرباء. اي تي ده معروف يعني هاكر. احنا بيبقى عندنا سيستم مونيتورنج. 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 دلوقتي لو عايز سطب نسخه ويندوز فيها انتي فايروس اعمل ايه؟ اول ما يجي لنا الاليرت ده بنبدا نحل المشكله. طب لو الاليرت جالك وانت في الحمام هتعمل ايه؟ دلوقتي لو الباقه بتاعت النت خلصت بتبص فين؟ هتعمل ايه؟ فبيني وبينك. لا لا اتفضل. صورة الواي فاي. احنا الساحه بتاعتنا صديقه للبيئه. ده معناه ان المينا ده مينا اخضر. تمام. ايه الفرق بين المينا الاخضر والمينا الاحمر؟ ايه الفرق بين المينا الخضراء والمينا الحمراء؟ احنا قدام سفينه اسمها ايه؟ وادي الملوك. وانا من الفيوم، مفيش وادي الريان. وفي
في وادي الريان. بالله عليكم يا جماعه، في واحد بيدخل على الناس اللي هم واقفين ليه؟ يعني واقفين كده ليه؟ فهمني. لو في كونتينر دعم مننا في وسط الهلومه دي، اولا لكل كونتينر ليه رقم معين خاص بالخط بتاعه. بتبصوا على الخط بتاعه ده بنص البحر كده، لما بتجوعوا بتاكلوا ايه؟ عندنا مخازن مليئه بالاكل. يعني في كشري فوق وفي كشري. انتوا ليه كاسكندرانيه لما بتحبوا تعملوا حاجه بتقولوا هنروح وهنعمله؟ ما بحسش ان انا رايح لوحدي. بتتكلم ايه؟ تقول ايه؟ اسكندراني. اسكندراني. في مره قبل كده كنت بتركن وحكيتها مثلا؟ لو ما حصلش. لا سقف يا باشا للقبطان بقى يا باشا. شغاله في البحر بقالك كتير؟ يعني شويه. شغاله ايه؟ شغاله مركب. شغاله ايه؟ شغاله مركب. احنا النهارده يا جماعه مع الاستاذ حاتم، هو المرشد السياحي بتاعه منطقه اثار المخازن. الفايب الحمراء دي الفاير سيستم، اللي هو نظام الحريق. نظام الحريق. اه وده الدكات دي النظام. اتكلم زي الراجل بتاع جوجل. نظام الحريق. طب لو حصل حريق بنعمل ايه وقت الضيق؟ هي اوتوماتيك بتشتغل. يا جماعه انا عارف والله ان انا جيت عملت بهجه هنا في الحته دي بالذات يعني. يلا يا جماعه يلا يلا نروح ندور على الشوكولاته. مفيش حد عارف مكان البتاع، كله بيثبتني. بقول لك ايه، في كونتينر اهو بينك شكله والله ولا في الشوكولاته. كل اللي طلعت بيه الخوذه والبيست. شكرا. اديني الخوذه. برافو عليك.